بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله يا شباب في الامتحان أو في الفيديو ده هنحل مع بعض الامتحان رقم 51 في كتاب A1 Treasure، الكتاب اللي هو كتاب ال 52 امتحان. لو حضرتك مش معانا في المحتوى الخاص وحابب تنضم لينا وتشترك في الكتاب ده فأهلا وسهلا بيك. تفاصيل الاشتراك موجودة في الوصف، والاشتراك زهيد جدا وحاجة آخر دلع. اللي عايز أوضحه لك إن إحنا إن شاء الله هنحل مع بعض على القناة، وهيتم يعني هننشر الفيديوهات دي. امتحانات الثانويه العامه السابق هو الطبيعي ان انا احلها في المحتوى الخاص، لكن ان شاء الله هاشاركها مع الطلبه على اليوتيوب عشان نسمعها مع بعض ونمسك سؤال سؤال كده ونحل الاسئله كلها بما في ذلك المقال او البراجراف المطلوب. ده امتحان 2023 السنه اللي فاتت الدور الاول. هنبدا مع بعض نحله كده، وان شاء الله هنحل برضه الدور الثاني، فتابع واستعن بالله وتعالى نبدا. I think I can share the wisdom my father not over his life. انا عايزك ما تعديش ملحوظه من الامتحانات. انا هدفي لما اخترت حل معاكم امتحانات اني حل امتحانات ثانويه عامه، لانك انت بتستقرئ وبتقرا افكار وذهن الراجل اللي حط امتحانات على مدار كام سنه فاتت، فتفهم هو بيتكلم على ايه. بدايه كده عايزين نمسك واحده بواحده ونعرف كل جمله فيها ايه. فيرب، كلمه شير دي فيرب بمعنى يشارك، ونون بمعنى حصه او نصيب. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين او الملحوظه الثانيه في السؤال الاولاني برضو، عايزك تركز معايا كده عشان تطلع من الموضوع ده بكل الفوائد اللي ممكن تطلع بيها. عايز تعرف ان احنا بنستخدم كلمه جين دي مع اي اسم معنوي، ده رقم واحد. رقم اتنين يا عم، عايزك تعرف ان الاسم المعنوي ده كئيب شوية، لا يأتي قبله اي اداة. ركز في الكلام اللي بقوله ده عشان احنا مش هنحل امتحان بس. علشان كده مثلا على سبيل المثال لما اجي على سبيل المثال اقول لك love، ما تقولش love ولا ذا love ولا ان love ولا ما فيش اي حد من الناس دي خالص. respect الاحترام، ما تحطش قبلها حاجة يا معلم. عندك بقى في الجملة دي حضرتك الراجل جايب لك wisdom. wisdom اللي هي مين؟ اللي هي الحكمه، والحكمه دي برضو من الاسماء المعنويه، يعني هناخد معاها جين. وتعالى نكمل السؤال ونشوف. فبيقول لك I think I can share the wisdom، اعتقد انني يمكنني ان اشارك الحكمه my father التي جاء التي ابي ايه في حياته التي ابي اكتسبها، يبقى جين. كلمه هيت يعني يكره، وبعدها بيكون الفعل مضاف له اي ان جي او تو المصدر زي ما حضرتك عارف. ريليت بنجيب بعدها حرف الجر تو كده معناها يفهم. convinced معناها مقتنع، ودي adjective. السؤال ده عايزك تركز كمان في حته ان كلمه wisdom دي ليها بدائل عند سيادتك في المنهج، اكيد انت حافظها وهتقول معايا. قول كده اول حاجه كده عندك wisdom دي اللي هي الحكمه. عندك كمان الكلمه دي بتساوي كلمه insight اللي معناها برضو الحكمه، وتساوي كمان او بنستخدم بديل ليها كلمه common sense اللي هي برضو الحكمه والادراك والحاجات اللي انت فاهمها دي. طيب، فالراجل كده في اول سؤال خدنا له جيند وهو برضو زي الفل. السؤال الثاني يا عم بيقول لك نجيب محفوظ was an A writer. نجيب محفوظ كان كاتبا A. Many young authors were affected by his style. الناس كتير من الكتاب تأثروا بأسلوبه. تعال نشوف uninfected. بداية infected معناها مصاب بالعدوى، لكن دي معناها كده غير مصاب بالعدوى. Influential دي معناها مؤثر أو فعال. Uninspired يعني غير ملهم غير متأثر. Infertile يعني عكس كلمة خصب اللي هي أجدب الأرض الجدباء. وعلى ذلك حضرتك خدت لي نجيب محفوظ كان كاتبا influential. ايه البدائل اللي محطها هنا مستوى مكان كلمه influential دي يا عم؟ كلمه inspiring، ما هو كان كاتبا ملهما، او كان ممكن نقول برضو impressive اللي هي كان كاتبا مبهرا. الناس دي كلها تاكل مكان بعضها عادي وتبقى الدنيا جامده جدا. السؤال الثالث بيقول لك the elder brother. لاحظ كده ان الراجل قال لك هنا elder، يعني ما ينفعش ناخد معاها زان، ما انت عارف كده كويس. حضرتك عارف كويس اكيد وعارف جدا يعني ان انا عندي كلمة older دي ممكن نجيب بعدها زان عادي. انا قلت لك ممكن نجيب بعدها، يعني مش قرآن لازم ساعة ما تلمح older تجيب بعدها زان وتجري، لا ممكن نجيب بعدها زان لو محتاجينها. وعندك برضو older بس دي بدون زان اطلاقا، ما ينفعش بعدها زان ابدا. ثانيا دي بين افراد الاسرة، لكن عندك older يا معلم سواء داخل الاسرة او خارج الاسرة عادي. عشان كده ممكن تقول my brother اخويا احمد، اخي احمد is older than me. انا قلت لك اخويا احمد اكبر مني، خدنا older than عشان ده مقارنه. وممكن اقول لك احمد is my، خد انت بقى اللقطه دي، elder brother، اوعى تاخد معاها than يا معلم. طيب، فالفكره اللي هنا بقى في السؤال ده حضرتك لازم تركز فيها انك لما خدت اولدر جبت لي بعدها زان. طب لما جبنا عند elder مفيش بعدها زان، ده رقم واحد. طيب، سواء هو جوه الاسره زي ما قلت لك اولدر ذان، او اقول لك عمر از اولدر ذان مي، او ماي فريند عمر از اولدر ذان مي، فاولدر دي داخل الاسره وخارجها، لكن elder
جوه افراد الاسره بس يا معلم ومن غير زان، مش موضوع السؤال انا عارف، بس احنا بقى هنطلع كل اللي في الجمل عشان نستفيد. My older brother usually not responsibility for his young sisters. انا اصلا قبل ما احل السؤال ده عايز افكر سيادتك بما قلناه مسبقا، اللي هو ان احنا عارفين ان عندنا have responsibility take responsibility، عندنا كمان shoulder اللي هو الكتف، يعني shoulder responsibility. الناس دي كلها كده معاهم كمان يا معلم كلمة بير، معناهم يتحمل المسؤولية. كل ده معناه يتحمل المسؤولية. فحضرتك عندك في الاختيارات من بينهم تيك، فتاخد لي تيك زي الشاطر كده عشان انت عارف ان المصطلح اسمه تيك ريسبونسابيلتي، يتحمل مسؤولية. اتشيف يعني يحقق، وعندك مصطلح اسمه اتشيف فيرستس، يحتل المركز الاول. دو يفعل طبعا، وميك يصنع، ملهاش علاقة بالموضوع. Not very ill. He needed an urgent operation. هو احتاج عملية جراحية لكونه لانه يكون، يبقى بينج. بس انا عايزك تفهم حاجه، هو انا امتى اقول بينج وامتى اقول لك تو بي؟ ركز معايا كده. لو انت قلت لي في اول الجمله تو بي، فدي معناها حضرتك لكي تكون. على سبيل المثال لما اجي اقول لك نوت مثلا دكتور يو شود مثلا ستادي ميديسن، هنا الجملة عايز أقول لك فيها إيه بقى بالعربي كده؟ عايز أقول لك لكي تكون طبيبا فيا لابد أن تدرس الطب، لكي تكون، فهنا هنقول تو بي يا مستر. حلو. طب افرض بقى الراجل قال لك نوت دكتور يو شود تريت ماي سن، وعمل لك أقواس كده وقال لك في الآخر مثلا ذا مان سيد. تعال نترجم كده. قبل ما نترجم هحط لك في الاختيارات اختيارين، الاول تو بي ولا هنقول بينج؟ يا عم انت هتترجم عربي الاول كده وتشوف الدنيا عايزه منك ايه. هو بيقول لك ايه طبيبا يجب ان تساعد، او يجب ان تعالج ابني. كونك طبيبا يجب ان تساعد ابني، الرجل قال كونك طبيب يجب ان تساعد ابني، فانا عايز اقول لك هنا لكونك. ويجي الراجل في الامتحان يروح مديك سؤال على نفس غرار هذا السؤال ويقول لك not money money doesn't mean لا يعني يعني you are happy. واروح انا قايل لك في الاختيارات يا عم الحاج اختار لي هنا، هتختار being ولا تختار having ولا تختار making وحاجات كتير كده. فانا هقول لك والله يا مستر بص، انت قلت لي في الجمله اترجم ايه النقود، فذلك لا يعني انك سعيد لامتلاكك. يبقى ناخد having، يبقى لما اقول لك having money معناها امتلاكك النقود او لامتلاكك النقود، فذلك يعني أنك سعيد. واحدة كمان not noise أو a noise is a bad behavior. هلاقي واحد بيصرخ في وش دلوقتي يقول لي behavior دي يا مستر اسم مفرد لا يعد، أنا هتعامل معاها لأنها يعد لا يعد عادي، بس خد بالك هي بتيجي اسم معدود واسم مش معدود عادي، مش مهم. المهم هتيجي هنا تقول لي being ولا making ولا having، والله معناها ايه ضوضاء سلوك سيء ان تفعل الضوضاء. يبقى انا هنا هستخدم ميكنج يا عم البرنس، وهكمل الجمله وارجع تاني لجملتنا. الامتحان ده هيطول وهياخد مجهود، فعايزك تركز وتستفيد، ما تعديش ملحوظه ما انتش فاهمها. فقلنا بي لكونه مريضا فهو احتاج عمليه جراحيه عاجله. The villages organized a public forum. القريه نظمت منتدى شعبيا to discuss لمناقشه المشاكل. كلمه فورم اللي معناها منتدى، هل دي معناها ميشن يعني ارساليه او بعثه، ديفيجن يعني قسمه، بروفيت يعني ربح، ولا ميتنج يعني اجتماع؟ اكيد هيتناقشوا في الاجتماع يبقى ميتنج. زي ليف ان ا بيكتشرسك، هم عايشين في بيكتشرسك فيلا، في فيلا الرائعه. انت عارف ان بيكتشرسك دي اختها ايه الثانيه؟ اختها الثانيه اسمها ريماركابل يعني جميل وملحوظ، وعندك اتراكتيف، وعندك اختها الثالثه اللي عندك في المنهج اسمها اوت ستاندنج. الناس دي كلها معناهم واحد، معناهم جميل او رائع، وبريث تيكنج وجورجس والحاجات دي كلها. المهم هو بيقول لك هنا في الجمله ديت عكس كلمه بيكتشرسك، عكس الكلام الشيء الجميل الاجلي قبيح، لكن لافلي جميل دي تسويها تريفيك، تسويها كلرفول معناها زاهي الالوان بره الحوار. ماي براذر از نوت دكتور، اخويا دكتور ايه؟ هي ويل جيت هيز ديجري، هيحصل على الدرجه بتاعته ان شاء الله السنه الجايه. بما انه هيحصل على الدرجه السنه الجايه فهو مش صاحب العمل ولا هو موظف، ده لسه هيحصل على الدرجه العلميه. انا محتار بين ترينر وتريني. قال لك يا عم الحاج هياخد الدرجه السنه الجايه، يبقى كده هو مدرب؟ لا طبعا، تريني متدرب. طيب ادخل لي بعد كده رقم 8. The man with a long mustache was not. The little boy ran away when he saw him.
الراجل بيقول لك ان الواد الصغير جري لما شاف عمك الحاج. ليه؟ اصل الراجل اللي عنده شنب كبير كان مخيف. تعال نترجم بقى كده كلمة فرايت، معناها الخوف نفسه، الخوف. طب فرايتند معناها خائف، اخت سكيرد اللي معناها برضو خائف، واخت افريد اللي معناها برضو خائف، لكن فرايتنينج مخيف، ودي الاجابة. طب فرايتن يعني يخيف، ودي عبارة عن فيرب. فانت بتقول الراجل ابو شنب ده كان مخيفا، الاطفال جروا وقت ما راوه. الجمله رقم 9 بيقول لك a brilliant worker has not a great idea for increasing the factory productivity. بيقول لك العامل الذكي عمل ايه في افكار جديده. انت عارف، انت اصلا احنا واخدين قبل كده المصطلح ده وحفظناه وزهقنا من كتر ما حفظناه وكررناه، بس انت اكيد هتقول معايا، عايزك انت تفتكر معايا كده لما نجيب new ideas. ممكن ناخد معايا يا معلم develop new ideas، يعني يطور افكارا. عندنا كمان brainstorm يعني يعصف ذهنه ويقدم افكارا. عندك كمان come up with اللي معناها يقدم افكارا، وعندك introduce new ideas. الناس دي كلهم كده بيجوا مع new ideas يا عم. فبناء على ذلك حضرتك في الجملة دي اكيد عرفت الاجابة مين، اللي هي come up with اللي هي رقم B. امال ايه get out of؟ معناها يخرج. keep away from يبعد او يبقي شيئا بعيدا. run away from معناها يهرب بعيدا. the journey took not I expected so I got very tired. الرحلة استغرقت ايه مما توقعت، عشان كده انا مليت. طبعا longest ده تفضيل، اصلا كان عايز قبلها ذا. so longer المفروض اصلا يعني ان سو ديت بنجيب بعدها صفه وبعدين از، ونفس الصفه مش الصفه فيها مقارنه. از عايزه لونج از، فرميها بره في الشارع لونجر زان. وانت اصلا في العربي قلت لي الرحله استغرقت اطول مما توقعت. طب تو ستارت ذا كونكلوجن باراجراف، انا عايزك وانت بتحل السؤال ده تبقى عيل خربوش. انت قلت لي تو ستارت ذا كونكلوجن باراجراف، انا كده بتكلم على الخاتمه. حلو، طيب يا ترى في الكونكلوجن يا عم هستخدم ان اديشن تو؟ لا يا عم الحاج، دي بستخدمها في الاضافه. ايفن زو بالرغم من ذلك، دي بستخدمها في التناقض. تو ستارت ويز بدايه في استخدامها في الشرح لما اجي ابدا حاجه في الشرح، لكن تو سام اب ختاما. وعايزك تركز معايا ان اي حد من دول، اي كلمه من اللي انا اكتبها لك دول مكانهم الخاتمه، ما لهمش غير الخاتمه. اول واحده يا صديقي كلمه تو سام اب، الكلمه الثانيه يا عم تو سامرايز، سامرايز تو سامرايز يعني ختاما برضو. الكلمه الثالثه اللي حضرتك عايزك تعرفها كلمه تو كونك لود، الكلمه اللي بعد كده ان كونك لوجن ختاما. عندك برضو ان بريف باختصار، واختها الثانيه اللي هي اسمها بريفلي. وعندك يا كابتن ان شورت، وعندك اختها الثانيه اسمها شورت لي. الناس دي كلها يا ابني مكانهم في الخاتمه، ما لهمش مكان في الدنيا غير كده، اوعى تستخدمهم غير كده يا جدعان. رقم 12 بيقول لك يور كار ووز سو تو، اول ما تلمح الجمله دي انا اظن ان مفيش امتحان بيطلع من الفكره دي اطلاقا، يعني مفيش امتحان كده في ثانويه عامه ما بيعدي من الفكره دي وما يجيبهاش. ايه الفكره دي يا عم؟ بص يا عم الحاج، قال لك لما تبدا الجمله بالمفعول، عايزك تركز كده معايا، وعايزك ان شاء الله ما تطلعش من الفيديو ده لو انت فاهمه كله. بعد ما تطلع من الفيديو فاهم منه كده، لو استفدت انا عايزك تنشر الفيديو ده، عشان نشرك للفيديو هو اللي بيخليني اعمل الفيديو اللي بعده يعني. فانت ايه، خليك امين ومخلص كده، وانشر الفيديوهات دي، واكتب في تعليقات في كل القنوات، خلي الناس تيجي تسمع عشان تفيدني كده وافيدك. المهم يا سيدي، لما يكون بادئين الجمله بالمفعول فانا بجيب بعده فيرب تو بي، وبعدين الباست بارتيسيبل. حلو الكلام. وبعد كده يا عم الحاج بتروح انت عامل توزيعتك الجامده جدا، بتاخد تو والفعل في المصدر ده لو كانت معلوم. طب المجهول منها ايه؟ ما انا حافظ يا مستر، اي حاجه فيها تو المصدر المجهول منها يبقى تو بي والباست بارتيسيبل. طيب افرض انت قلت لي تو هاف، تو هاف والباست بارتيسيبل، اي اصلا انا عارف اي حاجه فيها هاف والتصريف الثالث مجهول هنعرفه ازاي، وهقول لك عادي دلوقتي. تو هاف والباست بارتيسيبل المجهول منها هيبقى ايه يا عم؟ هيبقى تو هاف وبعدين سابينا بين والباست بارتيسيبل. طيب انا عايزك تفهم بقى امتى ناخد دي وامتى ناخد دي. الموضوع مش مستاهل اي دماغ ولا اي ابداع ولا اي علم، اقسم بالله الموضوع كله معروف. ده كده يا ابني لو كان مضارع، دول يا حبيبي لو كانوا ماضي. حلو الكلام. طب انا امتى اخد بقى المصدر وامتى اخد دي؟ بص يا معلم، بتاخد المصدر تو المصدر ده لو كانت معلوم، لكن دي كده مجهول. طب دي معلوم ودي يا ابني مجهول. انا هكتب مثال وارجع للرسمه دي تاني. بص على المثال ده كده، ماي friend Tamer was sought
to not yester yester days match او competition ايا كان بقى اللي انت عايزه. يا ترى هنقول يا معلم الاختيارات هنا هنقول to win ولا to have one ولا to be one ولا to have been one. عارف خربشتك فين؟ انك انت تترجم عربي. صديقي تامر ووز صوت اعتقد بانه فاز في مباراه الامس. هو فاز دي ماضي ولا مضارع يا ابني؟ لا ماضي. طب فاز معلوم ولا مجهول؟ لا معلوم يا استاذ. يبقى انا عايز الماضي المعلوم. هرجع على الرسمه واطلع انا عايز الماضي. شوف انت معايا كده، ركز معايا في اللي بقوله. انا عايز الماضي المعلوم، يبقى تو هاف والباست بارتيسيبل. فسيادتك تروح خاطف مين يا معلم؟ تو هاف وان من بين الاختيارات كده من غير ما حد ياخد باله تاخد دي. طيب نعمل مثال تاني على سبيل المثال. هقول لك مثلا لو قلت لك مثلا مستر مستر تامر، طبعا كلكم عارفين مستر تامر اكيد احيائي وكده والحاجات السهله دي. مستر تامر از ثوت، يعني المستر تامر يعتقد تو نوت بيولوجي بايو لو جي ويل. يا ترى يا معلم هنقول هنا تو اكسبلين ولا تو بي اكسبليند. انا هفضل اكتب اختيارات كتير كده بس انا مش هكتب. تعال نشوف بقى. المستر تامر يعتقد بانه بيشرح الاحياء بشكل جيد. يشرح دي مضارع ولا ماضي؟ لا يا عم مضارع. معلوم ولا مجهول يا ابني؟ لا معلوم. فانا عايز المضارع المعلوم. هرجع للرسمه، ارجع للرسمه، المضارع المعلوم يبقى تو المصدر. يبقى انا عايز كده تو اكسبلين. فين تو اكسبلين يا بيبي؟ اي تو اكسبلين. اخر واحده، اخر واحده، اخر مثال انا عايزك تفهمها بالله عليك عشان تيجي في امتحان رسمي. اهلي تيم، فريق النادي الايه؟ الاهلي. ووز سيد تو نوت باي زمالك، زمالك اي خدمه عشان الناس الزمالكاويه ما يزعلوش. تو بي ديفيتد دي فيتد ولا تو دي فيت ولا تو هاف دي فيتد كده اهو ولا كمان تو هاف بين دي فيتد. انا هترجم عربي يا مستر عشان اعرف الراجل عايز يقول ايه عشان افهم دماغه. انت بتقول النادي الاهلي وصد قيل بانه ايه بواسطه الزمالك بانه هو زي هو زي ما. ده ماضي ولا مضارع يا ابني؟ لا ده ماضي. وهو زي ما مجهول، يبقى انت عايز الماضي المجهول. فتروح زي الشاطر على الرسمه كده. انا عايز ايه يا عم الحاج؟ عايز الماضي المجهول. يبقى تو هاف بين باست بارتيسيبل. فين تو هاف بين؟ يبقى انا هختار كده تو هاف بين ديفيتد. الحوار خلص يا ابني، اقسم بالله الموضوع مش مستاهل اي دماغ. الموضوع مش مستاهل اي دماغ خالص. ارجع كده لجملتك الجامده دي كده وترجم معايا، بس عايزك تترجم معايا بلسانك، ما تفضلش قاعد تتفرج عليا كده وايدك في بقك. يور كار سيارتك ووز سوت اعتقد بانها باي ا فورتشن بمبلغ كبير من المال، بانها اشترت ولا اشتريت؟ بانها اشتريت. اشتريا ماضي ومجهول. فانا عايز تو هاف بين باست بارتيسيبل. يبقى تو هاف بين بوت يا معلم اللي هي ده. عارف لو خدنا تو هاف بوت بما انها اشترت، تو باي بانها تشتري، مفيش حاجه اسمها تو بوت لان تو بعدها المصدر. افتر احمد هاز فيلد ان ذا ابلكيشن فورم، بعد ما احمد ملأ الاستماره، هي ويل هو سوف، هاف انترفيود سيكون قد حاور، احمد هيملى الاستماره ويحاور ولا ويل انترفيو سوف يحاور ولا ويل بي انترفيوينج سيكون مستمرا في محاوره صاحب الشغلانه؟ لا ده هو سوف يحاور، يبقى ويل بي باست بارتيسيبل لان ده مبني للمجهول. خش على اللي بعدها يا معلم. اي لايك ريدنج شكسبيرز بلايز، انا بحب اقرا شكسبيرز بلايز مسرحيات شكسبير. ده معناها اني بحب اقرا الكل المسرحيات. ويتش التي ريتن، لا التي مكتوبه، المفروض تبقى ويتش وير ريتن. نشيل ويتش ونشيل معاها وير، يا اما نسيب الاثنين. طبعا لو شلنا الاثنين يبقى ريتن باي شكسبير مش عنه، كتبت عنه كده غلط. تمام، فبنقول كتبت بواسطته. يبقى انا عايز اخد الجمله الاولانيه دي فكانت تبقى ويتش وير ريتن باي شكسبير. طب ار ريتن باي شكسبير، انا احب قراءه القصص. فين الويتش؟ طيب انت عايز تقول انا احب قراءه القصص مكتوبه ولا المسرحيات؟ انا احب قراءه المسرحيات مكتوبه بواسطه شكسبير والمسرحيات التي، انت عايز التي ويتش مش موجوده، يعني حذفها يا مستر، حذف ضمير الوصل عادي، كان المفروض يحذف معاها الفيرب تو بي يا بيبي، يبقى دي برضو باظت. طب ويتش شكسبير رايتس، التي شكسبير يكتبها، الراجل مات يا جدع، الجمله اصلا المفروض تبقى ماضي.
يبقى الإجابة الصحيحة written by Shakespeare، وبكرر للمرة 3,543,000 إن المفروض تبقى الجملة which وبعدين where وبعدين الباست بارتيسيبل. حلو الكلام، خش على اللي بعدها. طيب once upon a time، ذات مرة، there was a boy، كان هناك ولد، who became poor when he watched over his village sheep grazing on the hillside. بقول لك كان في مرة عيل من العيال، كان الواد ده بيشعر بالملل وهو قاعد بيتفرج على الأغنام بتاعته في القرية عمالة تأكل في الأعشاب على بالقرب من الجبل. To entertain himself، الواد الشيطان ده عشان يمتع نفسه يسلي نفسه، he shouted، بدأ يصوت، wolf wolf، الحقونا يا جدعان، ذئب، the wolf is chasing the sheep، الذئب يا جماعة بيطارد أو بيهجم على الأغنام. When the villagers heard the cry، لما الناس اللي في القرية سمعوا الصرخة، they came running up the hill to drive the wolf away، جم جري عشان يجروا ورا الولف ده ويمشوه. But when they arrived، لكن لما وصلوا، they saw no wolf، لم يجدوا ذئبا. The boy was amused when he saw their angry faces، الواد كان مستمتع، آخر استمتاعه وسلطنة لما شاف وجوههم الغاضبة. Don't scream wolf boy، ما تصرخش تاني ياد وتفضل تقول لنا ذئب ذئب. Warned the villagers، بدأ الناس اللي في القرية يعني يهددوا الواد ويقولوا يا ما ترحمنا بقى، بطل الهبل اللي انت بتعمله ده، بطل تصرخ وتقول لنا ذئب ذئب. الواد تاب، طيب لا ما حصلش نصيب، ما تابش. قال لك بعدها الفيليجرز اصحاب سكان القرى قالوا له كده، when there is no wolf، طبعا قالوا له يا ما تصوتش لما يكون ما فيش ذئب يعني. they angrily went back down the hill، وبعدين مشوا وهم غضبانين على بيتهم. later the little sheep herder cried out once again، الحارس بدأ يصوت تاني اللي هو الواد يعني، وفضل يقول لك wolf wolf the wolf is chasing the sheep، الحقونا يا جدعان الذئب بيهاجم على الغنم. to his amusement he looked on as the villagers came running up the hill، تاني مرة الناس جم برضو جري عشان ينقذوه. to scare the wolf away، عشان يخوفوا الذئب ويبعدوه بعيد. as they saw there was no wolf، لما شافوا ان مفيش ذئب بقى، they said strictly، قالوا بكل عنف وكل جدية، save your frightened cry for when there is a real wolf، يا تخلي نفسك خليك ناصح كده وحافظ على الصرخة دي لما يجي لك ذئب حقيقي عشان لما تصوت نسمع كلامك ونجي لك. don't cry wolf، ما تصوتش كتير وتفضل تقول wolf wolf. when there is no wolf، لما ما يكونش فيه ثعلب. but the boy، لما يكونش فيه ذئب، sorry. the boy grinned at their words while they walked grumbling down the hill once more، الواد ولا كأنه سمع كلامهم وهم ماشيين لسه بينزلوا على السل على المنحدر الجبلي وماشيين زعلانين وشيطين، الواد برضه اشتغل تاني. after a while، بعد شوية، the boy saw a real wolf sneaking around his flock، الواد المرة دي بقى شاف ذئب حقيقي عمال يلفلف حول الغنم. alarmed، وهو منتبه، he jumped on his feet and cried out as loud as he could، الواد وقف على رجله وفضل يصوت بكل مجهود wolf wolf، but the villagers thought he was fooling them again، الناس قالوا الواد ده بيشتغلنا تاني. and so they didn't come to help، لم يأتوا لمساعدته. as sunset، في وقت غروب الشمس، the villagers went looking for the boy who hadn't returned with their sheep، الفلاحين راحوا يدوروا على الواد اللي ما جاش بالغنم لحد دلوقتي. when they went up the hill، لما طلعوا المنحدر الجبلي، they found him weeping، لا عمك الحاج عمال يصوت ويندب حظه الاسود. there really was a wolf here، يا جدعان كان في هنا ذئب زي ما قلت لكم. the flock is gone، والذئب كل الغنم. i cried out wolf but you didn't come he wailed، قال لهم انا صوتت يا جماعه كذا مره ومحدش عبرني في الجزمه كده، ودي مش مرجله ولا كده غلط يعني. اول سؤال يا عم، الراجل بيقول لك في اول سؤال يا عم الحاج، the boy was in a critical situation، when الواد كان في موقف صعب، امتى؟ تعال نشوف واحده بواحده. the villagers believed، لما الناس صدقوه كان في موقف صعب، لا طبعا ده هو كان amused ساعتها. he called for help for the first time، لما طلب المساعدة أول مرة، لا ده هو أول مرة كان amused لأن الناس جم وهو كان بيضحك وبيسخر. the villagers rushed to help but found no wolf، لما الناس جم يساعدوه بس ما لقوش الذئب، هو كده كان ساعتها في موقف صعب، لا ده هو كان ساعتها مستمتع خالص. ولا لما he couldn't protect the sheep from the wolf، كان في موقف صعب أو محرج لما ما عرفش ينقذ الشيب الأغنام من الثعلب من الذئب، مش عارف ليه عمال أقول عليه ثعلب، مش مشكلة كلهم حيوانات. the sentence that can summarize the story، الجملة اللي ممكن تلخص لك القصة ديت، the little boy lost his sheep due to his lies، الواد الصغير ده
خسر أغنامه بسبب الكذب. وطبعا هي دي، الواد خسر الغنم بسبب الكذب. The villagers used to believe the liar، الناس أصحاب القرية دول كانوا متعودين إن هم يصدقوا الكذاب. هي ديت يعني خلاصة القصة؟ طبعا لا. الشيب were eaten by a fake ذئب مزيف، ما هو لو في ذئب مزيف ما كانش أصلا الغنم اتاكلت. The liar was teaching the villagers a lesson، الواد الكذاب ده بيعلم القرية درس، لا ده هم اللي علموا درس وعلموا عليه كمان بالصلاة على النبي. يبقى the little boy lost his sheep due to his lies. السؤال 17، the boy was really a little، الواد ده كان عيل ايه؟ او كان ايه يعني؟ تشيسر مهاجم ولا تشيبرد راعي ولا قاتل ولا صياد؟ لا ده كان راعي حضرتك، شيبرد. السؤال رقم 18، the suitable title for the story is، العنوان المناسب اللي ممكن نحطه للقصة دي ايه؟ ممكن يكون ايه؟ تعال نشوف. the boy who chased the sheep، الولد الذي هاجم الاغنام، ولا the villagers who killed wolf، اصحاب القرية الذين قتلوا الذئب، طبعا ما حصلش، ولا the boy who cried wolf، الولد الذي كان يصرخ ويقول ذئب، ولا the wise man and the wolf، الرجل الحكيم، ما فيش حكمة خالص في الموضوع يا معلم. يبقى كده الإجابة الصحيحة the boy who cried wolf. السؤال رقم 19، the moral lesson of the story، إيه هي القصة الأخلاقية اللي ممكن تعلمها؟ you can build bridges with people with your lies، ممكن تعمل كباري يعني علاقات مع الناس بكذبك يا معلم، ده أنت بتكسر الكباري كلها. كلمة bridges هنا معناها علاقات. People never believe a liar for a while but trust them forever، الناس ما بتصدقش الكذاب لفترة ثم تثق فيه بعد ذلك. لا ما حصلش كده، الناس ما وثقتش في الواد. You may deceive all people all the time، ممكن تضحك على الناس طول الوقت، لا ده هو ضحك عليهم مرة ومرة والتالتة كل على دماغه. People never trust liars even if they are telling the truth، هي دي، الناس لا تصدق الكذاب حتى لو بيقول الحقيقة، وده اللي حصل في الآخر. رقم 20، eventually the lies of the boy led to، في النهاية الكذب بتاع الواد أدى إلى رقم إيه؟ watching the sheep over the hill، أدى إلى مشاهدة الأغنام فوق الجبل. keeping the sheep away، إن الأغنام بقت بعيد عن الذئب. breaking trust with the villagers، إن هو حطم أواصل الثقة بينه وبين القرية. ولا being amused، الواد بقى مستمتع ومستمتع على الآخر ومسترخي، لا الكذب بتاع الواد ده في النهايه خلى الواد ده خسر ثقه الناس فيه وبناء على ذلك خسر الغنم. طيب اللي بعد كده، the villagers might have saved the sheep، الناس دول كان ممكن ينقذوا الاغنام امتى؟ لو the boy had been trustful، لو الواد ده كان صادق، ايوه كان صادق، كان نادي تعالوا يا جدعان كان هيجوا. they had remembered the boy's lies، لو كانوا افتكروا الكذب ما هم ما كانوش هيجوا، وده اللي حصل. the boy had been a liar، لو الواد ده كذاب. ولا the boy had neglected، لو هم كانوا تجاهلوا الولد، ما هم لو تجاهلوا الولد ما كانش هننقذ الاغنام برضو. يبقى الاجابه كده اصبحت رقم ايه؟ according to the incidents of the story the boy was، وفقا لاحداث القصه دي الولد ده كان ايه؟ a stranger from the another village، واد من قريه تانية. لا لان الولد قال لك ايه؟ الراجل قال لك ايه في اول القطعه؟ بص كده هنا قال لك ايه؟ فين القطعه؟ من هنا قال لك هنا 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 who became bored when he watched over his village sheep، يعني قريته. يبقى الواد ده من القريه، يبقى رقم ايه دي مش معانا. طب السؤال الثاني يا معلم، او رقم بي، a foolish boy wanting to hunt، واد احمق عايز يصطاد الذئاب، ولا ordinary boy، واد عادي جدا ماشي في الشارع كده، ولا a member of the sheep is the same village، واد عضو من اعضاء القريه زي ما قلت لك في الجمله اصلا نصا. طيب السؤال او القطعه اللي بعد كده، اعتقد خلصنا القطعه الاولى. القطعه الثانيه يا معلم بتاعه الازمه، بيقول لك أزمة has a long history of evolution before it was categorically defined. تعال نمسك واحدة كده بواحدة. بيقول لك إن مرض الربو له تاريخ طويل في التطور قبل أن يكون قبل أن يعرف وفقا لتصنيفه. The earliest mention، أول مرة ذكر، of respiratory distress and wheezing was found in 2600 BCE أو BC in China. بقول لك يا معلم أول مرة يذكر فيها المرض ده كان يعني كان بيتكلم عن respiratory distress، يعني عسر في الجهاز التنفسي وتنفس عن طريق ضيق، الناس اللي بتشحر وبتنفس كده. was found، وجد الكلام ده في الكتب الصينية في 2600 قبل الميلاد. it was treated by herbs till the 1950s when some tablets and adrenaline injection were invented. بيقول لك ان المرض ده كان بيعالج عن طريق بعض الادويه وبعض الاعشاب، عن طريق بعض الاعشاب يعني
الاول عن طريق الاعشاب، لحد ما في 1950 اكتشفوا بعض حبوب الادويه وبعض حقن الادرينالين اللي كانت بتعالج هذا المرض. اسما از ان انفلاماتوري ديزيز، هي مرض التهابي، بيعمل التهاب يعني اوف ذا اير واي اوف ذا لانجز، بيعمل التهاب في المسار بتاع الهواء في الرئتين. It is characterized by variable and recurring symptoms. بيقول لك ان هو بيتم تعريفه او بيتصف به مجموعه من الاعراض symptoms، الاعراض الدوريه والثابته او المتنوعه. Reversible airflow obstruction with normal temperatures. انت افترض انك مش عارف دول مش هيفيدوك، بس هقول لك برضو. بيقول لك ان بيحصل احتكاك في ممر الهواء، سواء ان انت طالع الهواء طالع من بطنك او طالع داخل بطنك، reversible يعني بالعكس يعني. It is one of the most common diseases of children. ده مرض من اكتر الامراض المنتشرة عند الاطفال. But adults can have asthma too. والمراهقين برضو عندهم المرض. Asthma causes wheezing, breathlessness and coughing at night or early in the morning. انت بيقول لك ان المرض ده بيكون بيؤدي الى الواحد ما بيعرفش يتنفس ويبدأ يشحر كده ويبدأ يكح في الليل او مبكرا في الصباح. تمام، يعني المرض ده بيشتد بالليل والصبح. Genetic, environmental, and emotional factors are main causes of asthma. بقول لك إن عوامل انفعالية وبيئية ووراثية هي أسباب تؤدي إلى هذا المرض. If you have asthma، لو أنت عندك المرض ده، you will suffer from it all the time. لو أنت عندك مرض الربو هتعاني منه طوال الوقت. اسمع، هتعاني منه طوال الوقت دي هنعوزها لأنك أنت أكيد قرأت الأسئلة زي ما أنا عملت. عشان هو كان بيقول لك نوع المرض ده ايه، هتعانوا منه طوال الوقت، يبقى ده مرض مزمن كرونيك. You will have asthma attacks only when something bothers your lung. هيحصل لك المرض ده لما اي حاجه تضايق الرئتين. The attack happens in your body's airway. الهجوم اللي بيحصل من المرض ده بيحصل في الممر بتاع الهواء في جسمك. Which are the path that carry air. الممرات طبعا هي الممرات اللي هتحمل الهواء to your lungs، لرئتيك. As the air moves through your lungs، والهواء يتنقل في رئتيك. The airways become smaller، الممر بتاع الهواء اللي هو زورك يعني بيبقى ضيق جدا. During an asthma attack less air gets in and out of your lungs، كمية هواء قليلة جدا بيدخل بطنك ويطلع منه تاني. People can control asthma by avoiding some things that may lead to it. الناس ممكن تتجنب هذا المرض اللي هو الربو عن طريق تجنب بعض الأشياء التي تؤدي إليه. Or what we can call أو ما نسميه الأزمة triggers. شفت أنت يا معلم، الناس اللي بقولها دايما، احنا تقريبا حلينا 50 امتحان أو أقل مش عارف، المهم الخمسين امتحان اللي حلناهم في الكتاب ده، في كل امتحان بقول لك ما تحفظش كلمات من بره المنهج، احفظ يا ابني كلمات من المنهج وبعدين اقرأ القطعة طلع الكلام اللي فيها وهتلاقي الكلام ده هو اللي هيجي تاني في القطعة اللي بعدها على طول. فتريجر دي جبناها كده تالت مرة قابلنا في القطعة اللي حلناها مع بعض، وتريجر معناها يحدث أو يسبب، فأزمة تريجرز اللي هي مسببات الربو. They are different from someone to another. الأمراض دي بتكون مختلفة من شخص لآخر. But there are some common ones as tobacco smoke. أسباب حدوث الربو مختلفة من شخص لآخر، لكن في أسباب شائعة ومعروفة زي التوبيكو اللي هو الدخان يعني. التوبيكو سموك، دخان التبغ. Dust mites اللي هي القطع أو التراب الصغير يعني. أو الدور air pollution، تلوث الهواء اللي في الشارع. البيتس، المولد، السموك، العث والحيوانات الصغيرة اللي هي الحيوانات الأليفة يعني، والدخان اللي بيجي من حرق الخشب أو grass الحشائش، and infections like flu، وبيجي كمان من العدوات اللي زي الإنفلونزا. Asthma can be treated by breathing some medicines. بقول لك العلاج بتاعها سهل جدا، عن طريق إنك تشم شوية دواء or taking some pills، أو إنك تاخد شوية حبوب according to the doctor's advice، وفقا لنصيحة الدكتور. The effect of these two ways of medication can be easier to have a quick relief. بقول لك ان اثر الدواء ده اللي انت هتاخده عن طريق انك تاخد حبوب او تاخده عن طريق انك تشم ادوية، ده بيكون مفيد في حاجتين اتنين. ممكن يكون ان هو يخليك يحصل لك quick relief control، تتحكم في المرض بشكل طفيف او سريع. To ease the symptoms of asthma attack، عشان تبسط او تهدئ المرض يعني. انت بقول لك ان ده ممكن اما ان هو يكون ليه اثر سريع، علاج سريع عشان يهدى المرض ده عندك، او يكون تحكم طويل المدى to have fewer and milder attacks، بحيث يحصل لك بعد كده عادي، بس هيكون الامراض ديت اللي هتحصل لك بعد كده خفيفة ومتزنة. ادخل يا معلم على اول سؤال. السؤال بيقول لك according to the passage، وفقا للقطعة، asthma is a not disease. ده مرض ايه يا باشا؟ قلت لك مرض كرونيك يعني مزمن. blood يعني مرض في الدم.
اكسيدنشال معناها مرض مفاجئ او طارد او طارئ، هيرت اللي هو القلب بره الحوار. ايه من دول يا معلم كان بيس كان سمرايز ذا فيرست باراجراف، هنقراهم الاول. ازمه از ا ديدلي ديزيز ذات كانت بي تريتد، مرض قاتل لا يمكن ان يعالج. هو ما قاليش انه ديدلي، وفي القطعه ما قاليش انه قتال اصلا، فانا هستبعد دي كده بدايه. هاز لونج هيستوري ان ذا ميدل ايست، له تاريخ طويل في الشرق الاوسط. والله ما جابش سيره الشرق الاوسط دي، بس هنبص برضه. اوفر اتس لونج هيستوري ازمه هاز ديفرنت تريتمنتس، كان له علاجات دي معانا. There are many causes of being infected، هناك اسباب مختلفه للاصابه بالمرض، دي برضه معانا في القطعه. بس احنا عايزين نشوف اول باراجراف الراجل كان بيحكي عن ايه هنا. بص لو انت فاكر، جت في بالي دلوقتي سريعا كده، الراجل هنا كان بيقول لك، قال لك ايه؟ ان المرض ده مرض التهابي، بيحصل في التهاب في الحلق في الرئتين ومش عارف ايه، او في الممر الهوائي اللي رايح للرئتين. بيقول لك انه لا اعراض، وبيقول لك ان هو واحد من اكثر الامراض المنتشره بين الاطفال، وان هو بيصيب برضه الناس الكبار، وانه ادي الى كذا، تمام. وقال لك هنا كمان ان هو كان علاجه فضل اعشاب لحد ما في 1950 بدا الناس ياخدوا ادويه وبياخدوا حقن. تعال نشوف كده السؤال. القطعه اللي احنا قريناها ديت بتتكلم عن ان هناك اسباب للربو، لا اسباب الربو دي يا معلم البراف الثاني لو انت فاكر اهو. بقول لك هنا مش عارف كده ار في ار كوزز، يبقى ده البراف الثاني هو الاسباب. يبقى احنا كده معانا واحده بس اللي صح، اللي هي الاجابه رقم اوفر اتس لونج هيستوري ازما هاز بين هاز هاد ديفرنت تريتمنتس، كان له علاجات اللي هي قلناها في اول باراجراف. طب رقم 25، اكوردنج تو ذا باسج، من بين وفقا للقطعه، اول اوف ذا فولوينج كان كوز كان بي كوزز اوف ازما، ما عدا مين؟ كل ده ممكن يؤدي للازمه. سموكينج، قال لك التدخين والدخان والعوادم وتلوث الهواء ودستي الويذر الطقس اللي هو قال لك عليها دست ميتس ديت. لكن الهيربس الاعشاب يا حبيبي ده علاج، الاعشاب دي كانت من علاجات المرض، يبقى هيربس طبعا. ذا مين ايديا اوف ذا باسج، القطعه دي اصلا بتحكي عن ايه تحديدا؟ نيو ميديسنز تو تريت ازما هاف بين ديسكفرد ريسنتلي، بيحكي لك عن ان في علاجات حديثه للمرض تم اكتشافها. ما جابليش سيره حاجه زي كده، ده قال لك ان الناس كانوا بيدوا علاج لحد 1950 وبعد كده بداوا يدوا حقن ومعرفش واندورفين ولا مش عارف كان اسمه ايه كده. ازمه از ان اولد ديزيز ويز ديفرنت سيمبتومز اند كوز، المرض ده مرض قديم له علاجات مختلفه واسباب مختلفه واعراض مختلفه، هو دي صح. الازمه از ا مايلد، مرض معتدل متوسط، لا ده انت بتاخد دواء عشان تخليه مايلد. وده اخر سؤال في القطعه، ان المرض ده بيهجم على الهجوم بتاعه يعني بيكون خطير تو تشيلدرن ات نايت، بيكون خطير على القطعه كلها بتحكي عن ان المرض ده بيبقى خطير على الاطفال بالليل. هو جاب دي في القطعه بس مش ده القطعه الاساسيه، الموضوع الاساسي للقطعه ان المرض ده من الامراض المزمنه اللي لها اعراض وليها اسباب. السؤال اللي بعد كده يا حاج، الراجل بعد كده في 27 بيقول لك اسما از ا ديزيز كان بي كنترولد از لونج از بيبل كيب اواي فروم اتس، المرض ده ممكن يعني نتجنبه عن طريق انك انت تكون بعيد عن اتس ايه، اير واي، ممر الهواء، ولا تريجرز المسببات ولا العلاجات ولا الاعراض، انت تبعد عن المسببات لانك انت الدخان بيسبب المرض فتبدا تكح، الكحه دي بقى من اعراضه، فانت هتتكلم على تريجرز المسببات. is not considered one of asthma symptoms، مش من اعراض الازمه. كافينج، قال لك الكافينج دي موجوده، وويزنج دي في اول جمله، وفاتيج ده الارهاق والتعب، وفيفر ده اللي هي الحمى. هو ما جابش سيره الحمى فدي اكيد الاجابه، بس عايزه اشوف حته فيفر دي حته فاتيج دي في القطعه اللي هي التعب والارهاق ديت، نشوفها كده. مرض معدي مش عارف كده، ما اعرفش التنفس وكده. اتس وان اوف ذا موست ادلتس كان هاف ازمه كوز ويزنج بريزلسنس اند كافينج ات نايت. اللي معايا كده احنا هنستبعد حته الفيفر دي هنطلعها بره، عارف ليه؟ لانه قال لك هنا في جمله اهو، قال لك ان مش عارف ان من اعراضه انه بيكون في احتكاك في الهواء سواء خارج او داخل البطن، ويز نورمال تمبريتشر، درجه الحراره بتكون عاديه، معنى كده ان انت ما عندكش حمى، يبقى كده فعلا فاتيك دي منهم، لانك انت بتبقى حتى قال لك انت بتتعب بالنهار واخر النهار واول النهار حاجه زي كده يعني، لكن انت الظهر بتبقى صح سليم زي الفل. طيب السؤال اللي بعد كده يا عم، الراجل بيقول لك هنا بيبول هو سفر فروم ازمه، الناس اللي بيعانوا من الازمه ممكن يكونوا ريليفد، بيرتاحوا من المرض ده من اعراضه امتى؟ ات داون. دي هنرجع بقى للقطعه تاني كده عشان اوريها لك، لان انا علمت عليها هنا يا معلم، علمت عليها في القطعه هنا. فين 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 يا رب اوصلها بسهوله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، عايزك تجيبها معايا كده زي الشاطر. فين اهي؟
integers دي اهي. قال لك ان انت الازمه، اعراض مرض الازمه ده اللي هو الربو ده، بريز مش عارف كده كوفينج ات نايت، بالليل وفي الصبح هو بيكون شديد بالليل والصبح. طب تعال نشوف كده، ات داون ده الصبح الفجر، ان ذا ايرلي مورنينج اللي هو الصبح، ات ميد نايت اللي هو بالليل، يبقى كده ات ذا ميد داي في منتصف النهار، وقال لك الصبح واخر النهار، يبقى الظهر انت بتبقى برنس. A person with asthma is contaminated in a contaminated في بيئة ملوثة not to avoid its symptoms. قال لك الانسان اللي عنده مرض الربو اللي موجود في بيئة ملوثة المفروض يعمل ايه عشان يتجنب الاعراض؟ mustn't do من ما يعملش وظائف ذهنية ملهاش دعوة بالذهن حضرتك. must keep pets يربي حيوانات، قال لك الحيوانات دي من اسباب المرض. mustn't do violent ما يعملش تمارين عنيفة، ما جابش سيرة التمارين في القطعة. لكن must wear a face mask ليه؟ عشان هي اصلا لها علاج الربو، يعني مناخيرك يعني كحة كده يعني. ادخل بعد كده على سؤال الترجمة الجامد جدا. أول واحدة كده بيقول لك 4 millions of years extinction among animals لملايين السنين الانقراض بين الحيوانات was a natural process كان عملية طبيعية. It was part of the process of evolution كان جزء من عملية النمو أو التطور. But now it occurs due to human activities لكنه الآن يحدث بسبب الأنشطة البشرية. أول سؤال يا معلم، الإجابة الأولانية طبعا، أول سؤال أو الجملة، الملايين لملايين السنين كان الغريزة، ما جابش سيرة الغريزة، ما جابش extinction ده الانقراض، لكن الثاني اسمها اسمها instinct الغريزة، لكن دي extinction الانقراض، فرمي دي في الشارع. السؤال الثاني، كان انقراض بين الحيوانات عملية غير طبيعية وكان جزء من عملية البقاء لكنه الآن يحدث بسبب الأنشطة البشرية. هو جاب عملية البقاء was a natural process it was a part of the process of evolution التطور، البقاء دي بره عشان هو قال التطور. طب رقم سي، قال لك ملايين السنين كان عملية التزاوج، ما قالكش استزاوج، ده قال لك extinction الانقراض، يبقى الإجابة أصبحت رقم دي يا عم الحاج، يبقى الأولى كده دي. السؤال الثاني، الراجل بيقول لك هنا human beings should be satisfied with what they have in their lives، يجب على الإنسان أن يكون مرضيا بما عنده في حياته. as the value of many things فقيمة الأشياء الكثيرة التي نمتلكها تعرف فقط عندما نفقدها أو نخسرها. أول واحدة، يجب على الناس أن يكونوا راضين بما لديهم في حياتهم لأن قيمة الكثير من الأشياء التي يمتلكونها تعرف فقط عند ضياعها. الجملة دي زي الفل وسليمة وإكس الإكس، بس أنا مش هسيبها، لازم أطلع لك الغلط. الجملة الثانية يا معلم، يجب على الناس أن يكونوا قانعين، قانعين هي راضين بما لديهم في حياتهم لأن قيمة الكثير من الأشياء التي قد، فين قد دي؟ قالك هنا قالك فين the value as the value، حيث أن قيمة الأشياء التي يمتلكونها is only known تعرف فقط، ما قالكش قد، يبقى قد برا اللعبة. اللي بعدها، ينبغي على الناس أن يكونوا قانعين بما ليس لديهم، لأ وليس لديهم لأ، عشان هو قالك what they have، ارمي دول في الشارع برا. اللي بعد كده، لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في ابعاد الكثير من الناس عن اقاربهم، لذلك تعتبر المناسبات الاجتماعيه فرصه جيده لتجمع الاقارب سويا. تعال نشوف اول واحده، سوشيال ميديا هاد بليد، هو المفروض ان الجمله لقد لعبت ده مضارع، مضارع عشان هو ما جابش جمله تانية معاها ماضي، فتبقى دي المفروض ما تبقاش ماضي تام، بس هنسيبها لاخر. نيجاتيف رول، هو لعبت دورا سلبيا، تمام رول، لا ده رول دي معناها حضرتك دورا، يبقى دي معانا احنا هنطلع رول اللي باليو. ولو انت خدت بالك انا لمحت هنا كلمه رول باليو ولمحت كلمه رول باليو اللي معناهم يحكم، فدي بره ودي بره، باقي معايا ايه؟ وباقي معايا سي. لعب الدور اون كيبنج، لا المفروض تبقى ان، بلاي ا رول ان، يلعب دورا فيه، فدي طلعت بره. غير كده ان انت لما بصيت هنا قال لك ار كونسيدرد ا جود اوبورتيونيتي، المفروض ا مفروض. طيب يبقى دي كده الاول واحده طلعت بره، يبقى الاجابه الصحيحه كده اصبحت رقم سي. السؤال اللي بعد كده، من تربى من الشباب على الأخلاق الحميدة من الصعب أن يتأثر بما يسمعه أو يراه من سلوكيات سيئة مهما كانت طبيعة هذه المؤثرات. تعال نشوف بقى، It is difficult for youth who are raised، الذين are raised يعني يربون، ده مضارع يا معلم، انت قلت لي تربى ماضي، فدي كده بره اللعبة. آت لا ده المفروض كمان تبقى raised on good morals، يربى على، فكده غلطتين من غير ما نكمل، فمش هنكمل، اقف. It's difficult for youth who were brought up، الذين ربوا على الاخلاق الحميده، خد بالك morals to be affected by the bad behaviors، behaviors ها جابها جمعها عشان قلت لك هي بتيجي جمع مفرد زي ما قلت لك، they hear or see whatever the nature of these effects are. انا لحد دلوقتي كده شايف ان دي صح، بس مش هعلم عليها في الاخضر غير لما اشوف الاخيره، ودي
It's difficult for youths who have brought الذين ربوا. ده كده معلوم يا بيبي، المفروض تبقى have been brought، ارماها في الشارع. الجملة الأخيرة لقيته بدأها بإتس، فهقول له اطلع بره يا بيبي، عشان أنا عارف إن إتس ده صفة ملكية بيكون بعدها اسم. عشان كده لما تقول مثلا I have a car، لدي سيارة، its color، لونها is black، لونها أسود، يبقى الجملة كده بقت صح. لكن لو أنت قلت لي its my job، فدي كده معناها it is my job، وده اللي احنا عايزين نعمله. it is difficult، فطلعت بره يا معلم. وخدت بالك برضو ان هنا has raised المفروض تبقى has been raised، وكده الاجابه زي ما اتفقنا هي رقم بي. السؤال اللي بعد كده القصه، سؤالين قصه كده في اللطيف الظريف، وبعدين نحل مع بعض الباراجراف هنا في الفيديو لايف. الراجل بيقول لك some incidents can be turning point in people's lives in light of this sentence in illustrate giving two examples about them. بقول لك ان احداث الحياه اللي بنعيشها ممكن تكون نقطه تحول في حياتنا. ادينا مثالين كده، او اشرح وادينا مثالين على عمي بيب. تعال نروح للصفحه الفاضيه كده وندي المثالين الجامدين هنا في الحته دي. اقرب مثالين هتقولهم حضرتك عند بيب، عن بيب رقم واحد. هنقول بقى وين بيب، وين بيب مت، لما بيب قابل المستر ماجويتش، لما بيب قابل مستر ماجويتش اند helped him او and brought him، واحضر له some food بعض الطعام and a file ومبردا. مستر ماجويتش made بيب جعل بيب a gentleman، جعل من بيب جنتلمان. ده موقف يا معلم. الموقف الثاني هتقول لي برضو when بيب went first، ذهب أول مرة يعني to Miss Havisham's house، عندما بيب ذهب لمنزل Miss Havisham لأول مرة. he saw Estella، شاف مين يا معلم؟ شاف Estella. who spoiled his life، التي دمرت حياته. على فكرة ممكن تحكي موقف برضو بنفس الشكل ده بس مختلف يعني، وتقول when بيب met Estella، لما بيب قابل استلا he decided to change his life and become a gentleman. وبكده خلص السؤال. السؤال الثاني يا عم، but I didn't want to look after you، انا يا ابني مش عايز اهتم بيك. it's bad enough being a blacksmith's wife، ما هو من حظي الاسود ان انا مرات الحداد. how did these words reflect Miss Jo's feelings، الكلام ده بيعكس لك ايه عن مشاعر المس جو ناحيه اسرتها. mention two points، اذكر لي نقطتين. يعني انت هتذكر نقطتين عن الكلام ده وعلاقه او مشاعر المس بيب ناحيه اسرتها. واحده this shows، الكلام ده هو بيبين that she never loved her brother، ما حبتش ابدا اخوها. she wasn't a real sister، هي لم تكن اخت حقيقيه. ده رقم واحد. رقم اتنين she wasn't an ideal wife as well، كما انها لم تكن ايضا زوجة يعني قياسية او كده يعني. she was never satisfied with her life، عمرها ما كانت مرضية ابدا بحياتها. وتقول كمان ان ذات شي ووز كرول. تعالى بقى للسؤال اللي انتوا كلكم اكيد بتقفوا عنده وتتلموا مش عارف ليه. الراجل بيقول لك هاو كان يو ديفلوب يور سيلف تو ميت ذا تشالنجز اوف ذا فيوتشر، ازاي تطور من نفسك بحيث تقدر تتعامل مع تحديات المستقبل. انا هنا كده يا معلم هعمل حاجه حلوه خالص، هكتب الاول هقول لك على شويه جمل عربي نعملهم مع بعض، وبعدين نحول الكلام ده للغه الانجليزيه. انت هتكلم عن تحديات المستقبل، حلو؟ فاحنا ممكن نبدا الاول كده بجملتين يعتبروا تقديم للموضوع. هقول لك الاول مثلا العالم الذي نعيش فيه اليوم يتغير كل يوم. انا لقيت نفسي هكتب اليوم مرتين، هروح شايل دي وانا بكتب، ما هي بقى درافت. وبما انه حاضرنا يختلف مثلا عن مستقبلنا، او بلاش من دي، بما ان حاضرنا صعب، عشان يبقى الكلام كده جميل كده، بما أن حاضرنا صعب فإن مستقبلنا قد يكون أصعب.
حلو الكلام كده، قد يكون أصعب. ولذلك يجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التغيرات. حلو الكلام، اكتب كمان كده شوي. إنه أو إن بقى، عشان مش هنقول إنه أفضل، إن أفضل طريقة، أفضل طريقة لمواجهة هذه التحديات، أفضل طريقة لمواجهة هذه التحديات مثلا أو التغيرات، هي أن نبحث عن التعلم المستمر، أو أن نتعلم بشكل مستمر عادي، وأن نطور من مهاراتنا. خد كمان، لأن كل شيء يتغير، فمن الأفضل أن يكون، ده أنا هكتب لك مقال مش 6 جمل يا معلم. فمن الأفضل مثلا أن يكون إيه، لدينا القدرة على التكيف، على التكيف. استنى بشوف الجمل دي كده راكبة على بعضها ليه. أفضل طريقة لمواجهة هذه التحديات هي أن نبحث عن التعلم المستمر، وأن نطور من مهاراتنا، لأن كل شيء يتغير. من الأفضل يتغير، نقطة بقى، من الأفضل أن نكون أو يكون لدينا القدرة على التكيف. حلو. من خلال نتكيف إزاي بقى؟ من خلال تعلم أساليب جديدة مثلا، لإدارة حياتنا. حلو الكلام. وبما إنك أنت جيت عند إدارة حياتنا، هتقول له برضو كما أن تعلم بعض المهارات قد يكون الحل لهذا، أو قد يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات. خد لك كمان جملة أخيرة، ومن أفضل المهارات، نقول له مهارات إدارة الوقت. اللي انت عملته بالانجليزي ده يا عم، عايزين نحوله بقى من العربي ده، عايزين نحوله انجليزي. شوف انت كتبت قد ايه، امسك انت القلم بس واستهدى بالله كده. انا هقف شويه كده، هوقف الفيديو وهنقل الكلام ده، عشان عايز احوله انجليزي، عشان يبقى قدامي كده في كشكول عشان اعمله. فانت كمان وقف الفيديو واكتب ده بالعربي الاول في كشكولك عشان تعمل معايا انجليزي. حلو كده، بسم الله. هنجيب دي كده بقى، الكلام ده انا كتبته في الكشكول في ورقه قدامي اهي، عشان اعرف انا هكتب ايه. بدايه انا لازم اكتب عنوان الموضوع في نص السطر زي ما اتفقنا، واروح اعمل كده واكتب العنوان. العنوان كان بيقول لك ايه يا عم، لو انت فاكر حضرتك، كان بيقول لك هاو كان وي ايه، هاو كان وي ديفلوب، هاو كان وي ديفلوب دي ديفلوب اور سيلفز، كيف يمكننا ان نطور من انفسنا، تو ميت ذا تشالنجز of the future. اوعى تحط تحت العنوان خط، لا، انت تعمل واو هنا مقلوبه كده، وواو الناحيه دي مقلوبه كده، واوعى تنسى تسيب نص سنتي كده في الاول قبل ما تبدا تكتب. بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول جمله كانت بالعربي يا عم، قلت لك العالم الذي نعيش فيه يتغير كل يوم. قول معايا كده بقى، العالم الذي نعيش فيه، the world الذي نعيش فيه، we live in، ماله يا ابني، is it changing، وتروح ساكت، او it changes every day. حلو. بما انه حاضرنا صعب، فقد يكون المستقبل اصعب. The fact that ده معناها بما ان، the fact that our present is hard، بما ان حاضرنا صعب، our future، فان مستقبلنا، may be harder، فإن مستقبلنا قد يكون أصعب. اوعى تنسى تحط النقطة الجامدة جدا دي. لذلك يجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التغيرات. So لذلك we should be prepared، be ready يا معلم، ready أو prepared to face، لمواجهة these changes، لمواجهة هذه التغيرات. ودول النقطة الجامدة كده، إن أفضل طريقة لمواجهة هذه التغيرات، تروح قايل له بقى the best way أفضل طريقة to face these changes، أفضل طريقة لمواجهة هذه التغيرات is to
هي ان، لاحظ حته از تو دي معناها هي ان. ان نبحث عن التعلم المستمر، از تو مثلا سيك او فايند او سيرش فور كون تن واس ليرنينج، ليرنينج ان نبحث عن التعلم المستمر، تمام. وان نطور مهاراتنا، اند تو ديفلوب ديفلوب اور سكيلز، وان نطور مهاراتنا. حط النقطه الجامده كده، لان كل شيء يتغير من الافضل ان يكون عندنا القدره على. مش لازم اقول لان كل شيء يتغير لان انا قلتها كل شويه، فانا هروح قايل لك مثلا على سبيل المثال this change، this change، ان هذا التغير makes it a must، makes it a must for us، for us يجعل من الواجب علينا to ان يكون لدينا قدرة على التكيف، to have the ability the او to be adaptable يا باشا، to be a must to a must for us، انه من الواجب علينا to be ان نكون adaptable قابلين للايه؟ قادرين على التكيف. اطلع كده شويه كده بالبتاع ده وهات لي واحد تاني بقى، ان نكون قادرين على التكيف. انا عمال ابص على الكشكول العربي اللي انا كتبت فيه الكلام ده وبكتب من اللي انا كتبته معاكم على السبوره، من خلال استخدام اساليب وطرق مختلفه في حياتنا. هنشيل بقى النقطه ديت كده عشان احنا هنكمل نفس الجمله. ثرو يعني من خلال، يوزنج يوزنج او ادابتنج ديفرنت ديفرنت ميثودز يعني طرقا، اند approaches واساليب in our life في حياتنا. حلو الكلام. طيب كما ان نتعلم بعض المهارات ربما يكون الحل as او learning، من غير ما نقول as ولا حاجه، learning، خد بالك انا حطيت نقطه learning اهي، learning some skills، تعلم بعض المهارات may be the best solution to be prepared to cope with these changes. ده اللي انا كتبته بالعربي الاول، ان تعلم بعض المهارات قد يكون الحل لان نكون مستعدين لمسايره او مواجهه هذه التغيرات. حط نقطه كده، the best افضل skills to learn، the best skills to learn لنتعلمها يعني are هتكون زي ما قلنا time management. خد بالك عايز تنتبه سيادتك لحاجه، انا كده خلصت يا معلم، عايز تنتبه معاك لحته بس صغيره كده. الامتحان يا بيبي اللي احنا حلناه ده انا خدت فيه 57 دقيقه مع اني بحلل لك وفصص لك وفعص لك. هل انت سيادتك لو ربنا كرمك وركزت في الامتحان وانت معاك 3 ساعات مش هتجيب ال50 وتيجي؟ ده انت هتجيب 150 من 50. فالله يهديك كده وركز، الله يصلح حالك ويسترك. شايف بقى المنظر، المقال منظره عامل ازاي؟ انت تلاقي نفسك الدنيا منظمه كده، سايب نص سنتي، كل جمله منتهيه بنقطه، وكل جمله جديده معموله بكابيتال، وعنوانك موجود، حوارك جامد، اخر الجمله اخر المقال ما تنساش تحط نقطه هنا كده وتوضحها. انا كده خلصت الكلام، الكلام اللي انا كتبته بالعربي اهو واللي بالانجليزي قصاده اهو. لو انت عايز سكرين شوت اضرب سكرين شوت قبل ما تمشي بقى عشان نبقى متفقين ويبقى واضحين. الكلام ده اصلا المفروض انا عامله المحتوى الخاص، لكن نشرته على اليوتيوب. لو حضرتك دعمت الموضوع هكمل كل امتحانات الجمهوريه ليكو، لكن هي كده كده هتحل في المحتوى الخاص. فعشان انزل كل الفيديوهات الباقيه حضرتك لما تسمع الفيديو انشر الفيديو قدر المستطاع. بس كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.